السلام عليكم إخواني أخواتي مشاهدينا الكرام داخل وخارج أرض الوطن، عشاق السفر والترحال، مرحبا بكم في فيديو جديد واللي من خلاله نواصل جولتنا بالأطلس الكبير الشرقي، وهو آخر فيديو من إقليم شنغير وبالضبط طريق من مركز أيتهاني في اتجاه مركز آسول، واللي المسافة ديالها 38 كيلومتر تقريبا 35 حتى 40 دقيقة ديال الطريق. طريق بحالة لا بأس بها من غير الأماكن اللي كيدوزو منها الويديان، واللي كتكون مبنية من أسمنت المسلح البيطو واللي كتستوجب الإنقاص من السرعة. غير ذلك فالطريق جيدة وحركة السير فيها قليلة أو شبه منعدمة، يلاه كتلاقى مع سيارة أو سيارتين على أبعد تقدير، لكن المناظر اللي فيها كتستحق الواحد يدوز منها. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك إذا كتشوف قناة أول مرة، وفرجة ممتعة.
Thank you.
Thank you.
Thank you.